سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، إذا سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فيسبوك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، إذا سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.